ذكريات، شو بتخبرنا عن الزمن الجميل هيدي السنة؟ شو بيفرق عن السنوات اللي قبل؟ حلو هالسنة إنه نحن عنا تأمين بوليسة حياة للمكرمين على حياة وعلى سيارتهم. أحيانا لما نحضر تكريمات في فنانين بيقولوا نحن بدنا نروح على البيت بتروفي، أكيد مرسي على الدعم المعنوي، بس تعرفي لما بيكبر الفنان بده شوي اهتمام أكثر من التروفي. فحكينا مع شركة إنشورنس ويفز ورحبوا بالفكرة وقالوا ما زال أنتم بلشتوا بالمبادرة، رح نساعدكم ورح نعطيهم تأمين بوليسة حياتهم وعلى سيارتهم. ففنانين لبنانيين هالسنة عندهم هالمفاجأة لهم، وهن بعد مش عارفين بهذا الشيء. كم مكرم رح يكون في هيدي السنة؟ السنة الماضية كانوا كتار بصراحة، كانوا 24. حسينا أنه ما أخذوا حقهم مثل ما لازم، مع أنه استبروا جبرة كرم السنة الماضية وقال أنا كتير مبسوط أنه عم يتذكروني العالم بعد 13 سنة من الآخر تكريم لإلي. هالسنة عنا 15 مكرم. توني أبي كرم، شو بتخبرنا اليوم عن مشاركتك بهيدي الإيفنت؟ أول شيء يعطيك العافية، أنا عضو باللجنة، بلجنة تكريم نجوم الزمن الجميل مع دكتور إهراج شغبازاريان وعدد من نجوم الساحة، فنانين وعالميين وممثلين. مدام نجوى فؤاد، شو بتخبرينا اليوم عن مشاركتك بهذا الحدث؟ والله أنا كنت جاية عشان دعاني الدكتور إهراج، وأنا بشكره جدا، أولا لأنه بيهتم بالزمن الجميل، ودعاني عشان استلم جائزة مسيو سيمون أسمر لأنه غالي عليا، كنت أحب أطلع أنا وهو على المسرح أسلمه الجائزة، فاعتذر عشان هو تعبان صحيا، فأنا جيت وهستلم إن شاء الله الجائزة بتاعته. تأكيد سعيد، فرحان، مبسوط بأنه الناس ما زالت شايفتنا، وهذا أهم شيء. ناس جميل جدا، يذكر الجيل الجديد بليه احنا بنقول ده زمن الفن الجميل، وليه العظماء اللي عايشين في قلوبنا وفي أسمعنا وفي حياتنا إلى الآن، عشان دي ما كانتش حاجة من فراغ، كان عذاب وتعب وإخلاص للمهنة للفن وحب الفنانين لبعضهم ومنافسة شريفة من خلال الأعمال. يعني فكرة جميلة جدا الاحتفال بزمن الفن الجميل، لأنه كان فعلا زمن جميل في جميع أنحاء الوطن العربي. والله تكريمي أنا سعيد بيه جدا، وجيت في وقته، يعني كنت محتاج الحكاية دي لأن كنت بمر بأزمة صحية، والحمد لله تعافيت أو في سبيل التعافي، وتعرف تصوريش أثرت فيها دي التكريم والروح الجميلة بتاع إحياء الفن الجميل وكده، لأن كل الشعوب العربية محتاجة ده، يعني محتاجة فعلا الفترة اللي كان فيها الفنان بيعمل فن مظبوط مش بيجري ورا الأجر وكده، فإحنا محتاجين إحياء الروح دي، لأنه ما فيش فن من غير أخلاق، كمان لازم الأخلاق كويسة علشان تبقى كويسة علشان يتعمل فن كويس.